متواجدون في مدينة هي ملتقى الطرق بين الشمال والجنوب وحتى الشرق والغرب، مرت بها العديد من الحضارات، فهي ملتقى العلماء وكذلك الأدباء ومدينة العلم. نحن في مدينة غليزان تحتوي على العديد من المعالم، كاين اللي تعرفوها وكاين اللي ما تعرفوهاش، وباش تعرفوا هذه المعالم ابقوا معنا واكتشفوها. تمتد جذور الولاية إلى أعماق التاريخ، ليعود تاريخها إلى المرحلة النوميدية ما بين 208 و213 قبل الميلاد، وبوصول الفاتح موسى بن نصير أصبحت تحت رايته ما بين 719 و720 ميلادي. من احتفاء باليوم العالمي للسياحة على غرار باقي دول العالم، نظمت ولاية غليزان هذه القافلة السياحية التي تجوب للعديد من دوائر الولاية في هذه الصبيحة. طبعا ولاية غليزان على غرار باقي ولاية الوطن تزخر بمقدرات هائلة في المجال السياحي بجميع فروعها، والاهتمام سيكون أكبر بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة من طرف البرلمان بغرفته، وسيكون إن شاء الله لقطاع السياحة مصدرا هاما للمداخيل التي تدعم ميزانية الدولة، وستشتغل بطبيعة الحال هذه المداخيل في إطار التنمية الوطنية الشاملة وفي إطار التحويلات الاجتماعية، كما ورد على لسان السيد رئيس الجمهورية أن الدولة الجزائرية اجتماعية بامتياز. إذن كل المداخل ستخدم التنمية الوطنية الشاملة وعلى أساسها تحسين المستوى المعيشي للمواطن. وشكرا. وولاية غليزان ككل ولايات الجمهورية تحوز على مؤهلات سياحية، تعمل السلطات الولائية على تكوينها وترقيتها من قبل السياح، لكون السياحة مصدر الداعية إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية من خلال الارتقاء هلال طبيعية حموية تاريخية ثقافية وتراثية ذات أهمية معتبرة قادرة على خلق نشاطات سياحية. في المدينة المضيافة التاريخية وبالضبط في منطقة براق بن راشد الأثرية الشهيدة على المعركة التي دارت بين العثمانيين ومعاونين ضد الإسبان خلال القرن السادس عشر ميلادي وبقيادة الإخوة بربروس، هذا ما خلف لنا المقبرة العثمانية بغليزان. الأستاذ صافي مجدوب، رئيس جمعية ما بين الولايات لحماية التراث والمحافظة على التاريخ المحلي لغرب الجزائري. نحن الآن بالمقبرة العثمانية بمدينة قلعة بني راشد. هذه المقبرة التي يعود تاريخها إلى 1518 في لما اندلعت معركة السوخ، حيث قتل فيها الجيش العثماني والأهالي، ومن بين قادة الجيش العثماني إسحاق خو باب عروج وخير الدين وقائد جيشه إسكندر.
وكذلك نحن الآن بهذه المدينة التي يعود تاريخها إلى 1189 سنة خلت، حيث ذكرت منذ القرن أواخر القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث الهجري لما ذكرها ابن صغير، وذكر كذلك اليعقوبي في سنة 889 ميلادي. والقلعة هذه معروفة بتاريخها وبأحداثها التاريخية، حيث استعملت من طرف جميع الإمارات منذ الدولة الرسطومية إلى غاية الدولة الزيانية كمركز عسكري خلفي لدعمها وللدفاع عن هذه الدولة. معروفة كذلك بعلمائها وبعلمائها مثل الرماسي والسباغ وسيدي أحمد بن يوسف وسيدي عبد القادر بن سعد، وهي معروفة على مستوى الغرب الجزائري كجوهرة خالدة، وهي معلم من معالم السياحة وقطب من أقطاب السياحة الداخلية. الشواهد في المقبرة تحكي لنا رواية التاريخ، في كل شاهد نتعرف على الرتب التي كانت في الجيش الإنكشاري العثماني. هذه من بين أهم المعالم الأثرية التي تبقى شاهدة على حقبة تاريخية من تاريخ الجزائر، وهي الفترة العثمانية. كما أن المقبرة فيها مسجد كان يصلي فيه أهل المنطقة ورمم مؤخرا من قبل الأتراك. ومن أجل المحافظة على التقاليد القديمة نظم معرض خاص بالزربية القلعية، وهذا ما يؤكد أصالة المرأة والمحافظة على الحرف اليدوية. وعلى هذا الأساس فتحت ورشة لتعليم البنات زربية تنفرد عن باقي الزرابي، فنالت شهرة كبيرة ولعدة قرون. رئيس بلدة القلعة الحاج قدار بمناسبة اليوم العالمي للسياحة تحت شعار السياحة والنمو الشامل المصادف ليوم 26-27 سبتمبر، ارتأت بلدية القلعة أن تنظم هذا اليوم، والذي من خلاله نتعرف عن الزربية القلعية التي ورثناها من أب إلى جد، و كذلك لنتعرف عن بعض الأماكن الأثرية. من بين هذه الأماكن الأثرية عندنا المقبرة العثمانية، المسجد العتيق، وكذلك عندنا متحف تاع قلعة بني راشد. ونحن في هذه الخدمة ونطلب من السلطة العليا المساعدة خاصة في نزل الزرابي، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، انا يا الحاجة نبيه حافظة الامير عبد القادر. هذه الزربيه من نهار كنا صغار صبناهم هنا يخدموا. القلعه هي مشهوره بالزربيه، والقلعه هي كما نقولوا حنايا محصنه على هذه الزربيه من الصغر. كانوا يخدموها من السوق للسوق كما نقولوا حنا يسوقوها، وكانت الدنيا عايشه غير بالزربيه. هنا في هذه البلاد كانوا عايشين غير بالزربيه، والفلاحه بالفلاحه، والرجال يجزوا الصوف ويخدموا الزوايد ويواسوا. أيام بعدي هذا روك شوية قلالت، كي قلالت شوية هذا الوزين يبلع ويحل يبلع ويحل، ومن احنا شفنا غير يبلع ويحل تقدمنا أنا والحاج، ما خليناش يبلع، نوقفوا مع المير، نوقفوا مع السياحة، نوقفوا مع الثقافة، نوقفوا كاع اللي يجي نعاونوهم يدوز يجوا للدار يصور. ومن ولا دروك هذا الوزين رانا نجو نصوروا هنا في هذا السونتر،
وكاينين البنات اللي هما غادي مسدين، كاينين الاجيال اللي علمناهم. انا علمت الخياطه، علمت الزربيه، علمت مام هنا في السنتر، ونجي نعلم مام هنا في السنتر، ونده البنات في ديارهم ثاني، نعيط لهم من ديارهم وهم ما تقطعوش. هذه حرفه الجدود، هذه اللي كيما قالك من الفراش حتى للباس. هيا السطره، الصوف كنا مين يصيبوها بكري في الارض يرفدوها ويدسوها، هي السطره تاع بنادم تكسي وتغطي وكل شيء فيها. ونقولك انت هذا النهار ان شاء الله مبروك، وان شاء الله هذو الوليدات اللي راهم واقفين الله يحفظهم ويسترهم، وراهم يجوا زوار كل خطا، يجوا سياحه القلعه، يجوا توع غليزان، يجوا توع معسكر تاع الامير عبد القادر، يجوا زوروني تاع جدودي كل خطا يجوا. ونطلبوا من ربي ثاني يحفظ كاع اللي راهم واقفين، يحفظ الوليدات، وانتم ثاني الله ينجحكم، الله يستركم ان شاء الله، والله يوفقكم، وانتم نتمنوا التوفيق التوفيق. وتحيه الجزائر، والله يشد لنا كما قالت الاخو في رئيسنا، ويشد لنا كل في الناس اللي راهم معتنيين بينا. تحيه الجزائر. وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة، نظم معرض خاص بالحرف التقليدية وبشعار المرأة الحرفية عنصر فعال في التنمية الاقتصادية. فتعرفنا على الأكلات الشعبية واللباس التقليدي والصناعة مثل الدوم وحتى الفخار. السلام عليكم. كريم قمت عمل يعني وشنو راكي طيبي في حاجب تقليدي انت وعنا تاع بكري رانا دايرين يوم كيما كان المعرض. المهم انا هنايا في المعرض وكان معروفة بالمحاجب. زين هي اللي راهي معروفه بالحاجب تاوعي انا بارك. مازلت محافظه عليهم وكيفاش السواح حنا نبغيهم من بكري، نبغي هاد السواح العجائن هاي على داك في انا في مهنه تاعي خياطه، بصح المهنه في هذه بغيتها في اي معرض ولا في اي حاجه ندير محاجب محاجب انا. كيفاش نحافظوا يعني على هاد الاكلات التقليديه؟ لازم اي ام ولا اي لقيت في بناتها خي تما كي توري لهم شا كاين شا ما كتبقى لها للدهر. هاد الاكولات ما ماشي هما اللي نساوهم. السلام عليكم. قولي لي. السلام. شكون معنا؟ معكم سلسابيل من ولايه غليزان. انت واش قولي احكي لنا واش راكي لابسه واش راكي ديري؟ راني لابسه الساويه الشاويه وجيت للمعرض تاع اليوم العالمي للسياحه 27 سبتمبر. هاد اللبسه مادام راكي صغيره وكي لابستها معناتها كي تحافظي على العادات والتقاليد. هادي باينه نحافظ على التقاليد تاعنا تاع بلادي. وراني لابسه اليوم الشاويه بها بالاكسسوار تاع وحا تاع قولينا انت في جمعيه انا في جمعيه ثقافيه ابداعات مينا. عندكم بزاف نشاطات تقوموا بها؟ عندنا نشاطات بزاف، مثلا كما في سيدنا غادي نديروا خيمات وغادي نخرجوا كيما التقاليد وكاع المقنط تاع الرفيس الترموه تاع القهوه. ما هادو هما عادات غليزان وانتم مادامكم صغار راكم تحافظوا عليهم. واه نقول كلمه اخيرا نحافظ على ثقافه بلادي. فهي مدينة تملك مؤهلات طبيعية وتاريخية وحتى ثقافية. متاعي سافر علي خدم سكرتاج النحت، كاين عدة طرق، كاين وين نخدم بلاصودير، بلاصودير يعني نورمال، وكاين وين نخدم بالبلاط والدبس، فهمتيني؟ والخدمة هذه ماهيش سهلة، فيها تعب شوية وفيها كاع، وتستغرق وقت طويل. الحاجة الواحدة اللي كيما نقولوا باغ اكزومبل حوسو نعرفوها هي يعني الانسان كان اللي يشوفها يحسبها سهله، لا نورمال عادي، هي لا صعيبه في الخدمه تاعها. هذه من صغري ما علمنا حتى واحد، من صغري نخدم. طلبوا ربي كيما نقولوا هذو الناس هذو يخدموا كيما هكا، وفاهم يخدموا ويديروا عيطه ابداعات.
الله الرحمن الرحيم. السيده بوكالمونه فاطمه رئيسه الرابطه العلميه الثقافيه للشباب ولايه غليزان. اليوم رانا هنايا في اليوم العالمي للسياحه، عندنا مجمل الالبسه التقليديه المحض للمنطقه لولايه غليزان. عندنا اللباس القبائلي، اللباس البلوزه الغربيه بمجمل كاع هذا اللباس هذه اللي تزين به العروسه عندنا هنايا في المنطقه تاع ولايه غليزان. اسمي بن علا شيماء، نتعلم خياطه ابرونتي من السونتر، نتعلم جلد عند الشيخ ابراهيم وعجبتني بزاف ونتعلم غايه وكاع، والشيخ ابراهيم علمنا غايه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بخي الجميلة مكونة في الغرفة من سنة 2012، كان إقبال كبير من الوقت اللي دخلت لحد الآن، راه كان إقبال على الخياطة. خياطة حرفة نبوية شريفة ومباركة، الحمد لله رانا فيها نخدمه، نعلمه اللباس العصري الخارجي. كما احنا عندنا الجلابه نخرجوا بها، عندنا لاليكات، عندنا الروبات، عندنا واللباس التقليدي فاني تاع الاعراس تاع كل البلوزه ركزوا عليها بزاف والقفطان. موسى خالد، صناعة الخشب الفني، يعني مسمى رافع تاع المصاحف، هذا صنع قديم، يعني حرفة قديمة في نفس الوقت مميزة. على كل حال الحرفة هذه قديمة، تعلمناها من الآباء ورانا محافظين عليها إلى يومنا هذا. وفيما يخص الناس اللي حوسوا يتعلموا هذه الحرفة راهم قلال. وش الحاجه ونصنعها، كنا نصنعوها بكري، راه كره شويه هي ماش كما بكري. هذه نخدمها شوف نسبقوها، اي نسبقوها نديروا لها اللون كما هاك ونخدموها، اي نسوقها كما راك اللي يعرف كما هكا بالشراط هذاك هو يختم. اي هو الصوف نخدموه، نصنعوه نقصلوه نظفه مليح، نقعد تشوف فيه هذا ونقصلوه فيه هذا نرقوه ونديروا بزاف ندفعوا للسباق يسبقه لنا. السباق يسبقه لنا بكري، كان يسبقوا بيديهم بصح مثالي ولا السباق يسبقه. والله نديروا هذيك كيما راها بيضه من امها وكحله من امها. وعلى مقولة خير خلف لخير سلف، بقيت حفيدة عبد القادر محافظة على الزربية القلعية، وبقي حفيد بومعزة محافظا على التراث، وذلك بمتحفه التاريخي الخاص الذي عرض لنا حقبا زمنية مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، آمين.
سيد معزة بوعلام المولود ببوزريعة بالجزائر من مواليد 1940. التقاعد تاعي فكرت باش ما تروحليش الذاكرة تاعي باش ندير نكون هذا المتحف. وهذا المتحف تاعي رزقي أنا هاوي، المتحف تاعي ماهوش تاع دولة ولا حاجة، الدولة ما تعاونيش ولا حاجة، هذا رزقي أنا كله رزقي. كون هذا المتحف باش نوروا للأجيال الصاعدة كيفاش كنا عايشين بكري وكيفاش رانا في النعمة اليوم. وعندي مثلا محفظة قدم، صح عندي محفظة قدم تاع الربعينات مثلا اللي كنا حنا أنا اللي كنت نقرا بهم، كنا ندير المحفظات بالكتان بالقماش كما تقولوا قماش. وعندي صبابيط تاع الجلد تاع صحاب بكري كان يعيطوا لها بومنتل باش نوروا الأجيال هذه كيفاش كنا حنا بكري والحمد لله كنا عايشين لاباس بينا في عهد الفرنساوية. وحتى الصورة تاعي أنا اللي كنت نقرا بها هنايا كنا نقراو بالحفاظ، كانوا يقولنا ليكول انديجان ما يدخلوش النصارى معنا، على هذيك درت في قلبي هذا الحماس وقلت نوري للاجيال كيفاش كنا باش يتفكروا كيفاش كنا عايشين كيفاش كان الماضي تاعنا حنايا واليوم راهم عايشين في نعمه الحمد لله يا رب العالمين. كون هذا المتحف، وهذا المتحف الزوار هذو راهم يجونا من كل اماكن ولا سيما الطلبه راهم يجوا عندنا من بجايه، يجوا من شلف، يجوا اللي يحوسوا باش يديروا البحوث. نشكر القناه تاعكم هذه الشكر الجزيل ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنى لكم صحه جيده ونتمنى العفو والعافيه لبلادنا. صور للشهداء وكتب قديمة ووثائق وحتى بعض الأسلحة التي كانت في المعارك. من المتحف الذي أعادنا إلى نسمات الماضي إلى منطقة العلم والعلماء مازونة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم نفسي رزوق محمد تقني سامي في السياحة ومرشد سياحي. بالنسبة لليوم العالمي للسياحة ومن مدينة مازونة نتقدم شكري الحار للسلطات المحلية والأصدقاء ولكل الأعضاء اللي جاونا وزارونا في هذه المنطقة ونكرموا الناس. ألور السياحة في بلادنا ألور عندها أنيكو من القدام، ألور سيتادير أن مادا بينا نكونوا متلاحمين وتكون عندنا فرصة إن شاء الله بنت نزيدوا نطوروا السياحة في الأيام القادمة إن شاء الله. على امتداد القلعة وداخل أسوار مازونة ذات بناء مثل القصبة بأحيائها الضيقة نجد مسجد سيدي عيسى، منارة إشعاع لمختلف العلوم الدينية والثقافية تعود للفترة العثمانية. بدينا بمدرستها العتيقة، هذه المدرسة التي خرجت الآلاف من العلماء. إن لم تكن تحمل خاتم مازونة فلا تدرس بالزيتونة. إن لم يجيزك علماء هذه المدرسة اللي غادي تزورها يجيزوا في الفقه في الشعر في الأصول، إذن لا يمكن لهم أن يلتحقوا بجامعة الزيتونة ولا يمكن لهم أن يلتحقوا بأي جامعة إسلامية آنذاك. مدينة مازونة اشتهرت بطلبتها النجباء من بينهم الشيخ الرماسي أبي راس الناصري، كان عندها الألم من الطلبة خرجوا حتى إلى تشاد إلى النيجر في بعثات مبشرين بهذا الدين هذا الإسلامي. قولوا لو شاء في المدينة التي لا زالت
تشهد على ماضيها العريق، والشهد على ذلك مدرسة مأزونة التي تعود إلى عام 1024 ميلادي، بناها الشيخ محمد سيدي أحمد بن شريف فخدمها لمدة 64 سنة. الجميل أن أهل المنطقة لا زالوا محافظين على هذه المدرسة ويعلمون فيها الأجيال القادمة، فقد قيل في القديم من لم يلبس خاتم مازونة لم يدرس في الزيتونة. ومن مسجد سيدي عيسى وعزوز وكذلك العديد من المعالم الأثرية التي كانت في مدينة غليزان، وهذه المدينة التي كانت عاصمة الغرب الجزائري في القديم، رويت لنا هذه المعالم العديدة من التراث الغرب الجزائري وكذلك مدينة غليزان. نحن وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة السياحية، ما علينا أن ندعوكم أنتم الجزائريين وكذلك المواطنين في الخارج إلى زيارة هذه المدينة السياحية. إلى اللقاء.